هلا، صباح الخير. هو ليش صباح الخير؟ ما ادري، عندي صباح. المهم، شلونكم؟ شو اخباركم اليوم؟ فيديو صدق فيديو مختلف. يعني لاول مره فيديو مختلف، لا فلوج، هو فلوج بس مو فلوج عادي، او مو فلوج، لا ما اعرف شو روتين فلوج فيديو عادي ما ادري. فالشمس كيش قويه اليوم، بس خير رحمه الله. اي المهم، هالساعه تقريبا من لحظه 11 قاعده، انا 10:30. بس يعني شوية طولت، وش اسمها الساعة أحسن 11. أرد أتريق. واليوم الفيديو راح يكون شنو؟ راح يكون يوم كامل بدون تليفون، تمام؟ المهم، في الفيديو راح يكون يوم يعني أسوي يوم كامل بدون موبايل أو فون، بدون تليفون. فشنو؟ أنزل الموبايل يعني أقلب أو شي، فهمت شلون؟ وشغلة ثانية بعد، شنو نسيتها؟ ها، وهسه التصوير همني ما ينحسب، لان راح اصور انا، ما راح افتح الموبايل هيك بالكاميرا العاديه اصور. هاي عرفت شلون؟ فالشغله الثالثه مثلا شنو، انا هسه قعدت الصبح راح اكتب الاشياء اللي اسويها، هم عندي فيديو ما انسى، وهم عم بالنهايه بالليل قبل لا نختم الفيديو اشوف شنو الاشياء سويناها وشنو الاشياء ما سويناها، فهمت شلون؟ فبين ثلاث اشياء ما ينحسبين. واذا شفت هاي الاشياء حتحبوها فراح نشوف افكار ثانيه، او نمشي شوي على الروتينات والفلوقات. اذا شفت هاي الشيء راح تحبون. هسه راح نسوي الريوق، او تجي يسوون الريوق، واصوركم همين الريوق، ونبدا ان شاء الله يومنا. ساعدت اللابتوب والشاحنة مالته، حتى اسمه بأغاني، يعني ما راح ألزم أو مثلاً قلب بيه أو شيء، بس إن شاء الله اسمه بأغاني. وساعدت هاي حتى أمسح بالكنتور أو ال، بدي ساعد فايبر بس ما لقيت. ذني فايبر بدل هاي الكلينكس مال المطبخ. هاي خبلة بالمسح كل شيء، بس خطر لي وحدة. شوفوا، فراح امسح بيها الكنتور والميز ذاك. ببداية شرباية هوسة، فلملمها وافتح اللابتوب ونبدي اصور. انا بس راح اغوشي اصلا قد ما هوسة. فشنو، اول شي اسوي الكنتور، بعدين اجي اسوي الميز اللي بالغرفة الثانية مالتي. تقريبا صار لي تركته 5 اشهر اعتقد، فالترابة يعني صار كلش ومقلوب قلب. وهسه من اراكم اياه، يعني من نروح اراكم اياه، من اشوفه يعني اصوره من خلص الكنتور. فهسه شنو، راح اوقف تصوير واكمل الكنتور وارجع لكم. تريقت وليش اصور لكم؟ فهسه راح اخلص الكنتور وارجع لكم. اوكي، هوسه هاي اجت لي، هاي اجت لي، اجت لي هاي. ابيعك تذبش؟ امشي اذبش، امشي اذبش. المهم، شوف هاي الهوسه، سيب زمنتك عدس. فرغت الكنتور كله، فهذا شنو، بس امسحه وبعدين شو اسوي؟ ابدا ارجع هاي الهوسة كلها. فشنو يعني، احتاج لها وقت، فما اقدر اصور، تمام؟ فخلص الهوسة هاي وارجع. خلصت الكنتور، وما يحتاج لكم ميزة هوسة هاي بغرفة الثانية. دلم لي منظفة. فشنو يعني، هاي قبالكم هاي الهوسة، وحتى خليت اللابتوب على الجنطة لأن الميز ما يكفي أصلا. وهم كل ما يصعدون يخلون شغلة على الميز، فصارت هاي الهوسة هاي. فهذا شنو، يحتاج ألملم من الغراض شوية، إنه أبدي بالتنظيف والكتب جوا الغراض يعني مالاتي. هو الميز للكتب، شلون صار هيجي مال المخزن ما أدري. طبعا مثل ما تشوفون خلصت الميز، انا بس صارت تقريبا صارت 11، لا صارت 11:30 12 هيجي. وهسه ما ادري بس ساعه تشوفون نصبه، وهسه بثلاثة، شوفوا 3:30 صارت 12:30. وهسه يلا خلصت كنتور وال الميز هذا، الميز هذا كان بالغرفة الثانية ذيجي، ودرست بيه فترة يعني شوية،
يعني مو هسه بالشتاء، بديش السنة اللي فاتت وبدأت السنة يعني شهر واحد أعتقد هي شيء. بعدين تركتها ما درست بعد. فشنو حارة هناك يعني كلش حارة، وهناك أصلاً الغرفة هيك تاكينها. بس نظفت نص، ما نظفت بس شلت، شفت الأغراض اللي فوق كانن شلتهن وخلص، متت يعني متت من الحر. فجيت وجبت الغرفة يعني هنا خليتها هنا يم هذا الميز مال المراية، ومن هنا شربايتي في هذا المكان كله. هو صح كبير شوية مو هو، بس أنا مو مال ميز دراسة، أكو ميز دراسة كبير بس أنا ما أحب هيك شيء، عرفتوا؟ فهذا ميز قلت لكم ليش مرة أعتقد ما نزل الفيديو ذاك، انه هذا ميز ما كان جوا اصلا، بس انا صعدته قلت عندي اخلي عليه اغراض وادرس عليه. Mm-hmm.